أعلنت وسائل إعلام يابانية أن امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً تعرضت للاحتيال من طرف رجل أقنعها أنه رائد فضاء روسي وقع في حبها، وأن عودته من الفضاء للارتباط بها يتطلب تسديد تكاليف رحلة العودة البالغة قيمتها 30,000 دولار. وقالت التقارير مشاهدينا أن الرجل تعرف على ضحيته على موقع إنستغرام في شهر يونيو، وحمل في حسابها الشخصي صور عشوائية للفضاء ولرواد الفضاء، زاعما أنه يعمل في محطة الفضاء الدولية، حيث يتمتع رواد الفضاء بوصول محدود إلى الخدمة الخلوية. وأقنع رائد الفضاء المزيف هذا المرأة بأن هناك رسوم هبوط يجب دفعها مرة واحدة في اليابان، وأيضا تكلفة صاروخ الطيران الذي سيعود به إلى البلاد لكي يتزوجها. أعربت النجمة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا عن دعمها للنساء الإيرانيات، خصوصا بعد حادثة وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني وما سببته من تظاهرات واحتجاجات في البلاد للمطالبة بحرية المرأة. ونشرت الفنانة شاكيرا على صفحتها الخاصة عبر موقع إنستغرام صورة من إحدى المظاهرات والتي تظهر فيها إحدى المتظاهرات وهي ترفع صورة مهسا. وعلقت شاكيرا بالقول: قلبي مع عائلة مهسا أميني ومع نساء وطالبات إيران وكل من يناضلون من أجل الحرية والتعبير. أعلنت سلطات ولاية نيويورك عن حظر حمل السلاح الناري حتى لو كان مخفيا في ميدان تايمز سكوير الشهير، وكذلك غيره من الأماكن العامة في مدينة نيويورك. ويأتي هذا بعد أن أقر المجلس التشريعي للولاية بتوقيع من الحاكمة الديمقراطية كيثي هوشول تشريعا يقيد حيازة الأسلحة النارية في المواقع الحساسة في وقت سابق من هذا العام. مع جملة هذه الأخبار نأتي لنهاية التاسعة لهذه الليلة مشاهدينا. بالفعل نشرة مليئة كانت الليلة، شكرا لكم للمتابعة، نلقاكم إن شاء الله في نشرة مختلفة وجديدة في الغد، في أمان الله. تصبحون على خير.